السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطبيق خطير اسمه بي دي اف جير، هو ده ممتاز في ايه؟ يقدر يفتح لك ملفات البي دي اف ويقدر تخليه تعمل لها ايديت، يقدر يديك امكانية للتحويل اللي انت عايزه، يقدر تعمل ميرش، تقدر تعمل امضة خاصة بيك، تقدر تقول له عايزك تلخص لي الملفات بالذكاء الاصطناعي يلخصها لك، تقدر تقول له اشرح لي الجزء ده انا مش فاهمه فيشرحه لك، تقدر تقول له فسر لي الحتة دي يقدر ان هو يفسره لك. يعني هو معتمد كتير جدا او متميز جدا بفكره ان الذكاء الصناعي بقى مدمج فيه. تقدر تعمل شيت، تقدر تعمل شات معاه، فتقدر تقول له مثلا قول لي زياده، طب دور لي على الحته دي، طب البي دي اف ده ما فيهوش مراجع، فيبدا ان هو يشتغل معاك. فدي اكتر حاجه مهمه جدا، دي حتى هو معلم عليها هود. الباقي ممكن تلاقيه في برامج تانية. تقدر تقول له سي ار، يعني تدي له صوره وهو يبدا ان هو يفهم الكلام الموجود فيها. فهو يعني برنامج قوي وفي امكانيه ان انت تحمله على الويندوز وقبل الماكنتوش، وتقدر تحمله على التليفونات عادي بدون اي مشاكل خالص.